اكبر. عم سيد كان بياكل ايه بقى؟ كان بيحب ايه؟ عم سيد كان بيحب اللحمه تمام وكان بياكل زي اي مصري وبياكل عكس كل الناس يعني. هو بيصحى من النوم متاخر فبيفطر لحمه محمره. بيفطر لحمه محمره يعني يعني الفطار بتاعه كان بيبقى الساعه 3 الظهر، فاللي هو وقت الغداء فكان بيفطر حاجات كده. ما كانش بيحب الاكل الحراق وكان بيحب الفول بس هو، وكان بيحب الجبن جدا يعني ذواقه في الجبن، ومش اي نوع جبنه بيحبها يعني. كان جميل جميل. وما كانش ليه في الخضار قوي. ما كانش يطلب اكله معينه. عكاوي عكاوي جدا العكاوي دي طبقه المفضل. يعني مواليد السيده زينب لازم اللحمه المحمره. اللي بيطلب منك ان هي حاجه معينه تطبخها له. شوفي، في بدايه حياتي انا جبت طباخ من برج القاهره، هو اللي جابه لي. وبعدين الطباخ ده كان راجل امامي بيقفل الباب عليه عمرو والله، قال ايه انا حسرق المهنه منه. واخده بالك؟ خايف انك تتعلمي وصفات منه فتعمليها فخلاص تستغنوا عنه. كلام ما فيك كتاب ابلة نظيره والكلام ده. بس انا من عشرتي السيد، هو بيحب الاكل البلدي. يعني ممكن ياكل ملوخيه ما عندوش مانع، ورق عنب، محشي. بس لازم يبقى في سمنه بلدي، ولازم يبقى اللحمه لحمه كويسه. اكل مصري بلدي يعني لازم يبقى الاكل مخدوم يعني. مش اكل كده. انما هو بقى كان يدور على حاجات، ما هو برضو راجل يحب نفسه في حاجات معينه. حاضر. يعني مثلا يطلب حمام من واحد مش عارفه اسمه فرحات ولا ايه، مش سيده زينب. لا هو ليه ناس معينه يعني، يجي رمضان مثلا لازم يبعت يجيب مخلل من السيده او من سيدنا الحسين في حاره معينه عند واحد معين هو عارفه. لو هيطلب كباب وكفته يبقى لازم من عند عم سيد الكبابجي اللي في حاره كذا في السيده زينب. مهما بقى في مطاعم تانية مشهوره.